ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، ونكمل معاً ما تبقى من هذه الوحدة، فهيا بنا. انتقلنا إلى درس جديد، سوف نتكلم الآن عن النسيج والعضو، نتكلم عن النسيج والعضو. تكلمنا أولاً عن الخلية، وهي وحدة بناء الكائن الحي. ثم تكلمنا عن الخلايا وأنواعها خلايا العظام خلايا الدم خلايا العضلات خلايا الجلد الآن سوف ننتقل إلى النسيج سوف ننتقل إلى النسيج ماذا تعرف عن النسيج؟ كلمة النسيج بماذا توحي لنا؟ النسيج عزيز الطالب عزيزتي الطالبة هذا نسيج مثلا لأنه يتكون من عدد من الخطوط من الخيوط آه نعرف كذلك مصنع الغزل والنسيج الذي يكون لنا أنسجة هل اتضحت لكم معنى كلمه نسيج الان نحن لن نتكلم عن النسيج كنوع من الثياب او الملابس سوف نتكلم عن النسيج داخل جسم الانسان او داخل الكائنات الحيه نلاحظ معا ماذا نلاحظ في الشكل هذه خليه عضليه نحن عرفنا بان الخلايا العضليه هي التي تكون رفيعه وطويله مجموعه الخلايا العضليه نسميها نسيج عضلي اذا ما هو النسيج هو مجموعه الخلايا ما هو النسيج هو مجموعه الخلايا ما هو النسيج هو مجموعه الخلايا النسيج هو مجموعه الخلايا انا اعرف بانك بان خطك جميل ومرتب ولكنني اكتب بقلم الكتروني هذه هي مجموعه الخلايا نسميها نسيج نسيج عضلي نسيج عضلي ايضا مجموعه الخلايا العظميه نسميها نسيج عظمي نسيج عظمي مجموعه الخلايا العصبيه مجموعه الخلايا العصبيه نسميها نسيج عصبي نسميها نسيج عصبي مره اخرى اذا ما هو النسيج هو مجموعه الخلايا مجموعه من الخلايا ليست خليه واحده لكن مجموع الخلايا نسميه نسيج فمجموعه الخلايا العضليه نسيج عضلي مجموعه الخلايا العظمية نسيج عظمي مجموعة الخلايا العصبية نسيج عظمي نتابع معا مجموعة الخلايا العضلية نسيج عضلي الخلايا العظمية نسيج عظمي الخلايا العصبية نسيج عصبي ماذا نسمي مجموعة الخلايا المتشابهة في الشكل وتقوم بوظيفة محددة ماذا نسميها؟ مجموعة خلايا العضلات تسمى نسيج عضلي مجموعة خلايا العظام نسميها نسيج عظمي مجموعة خلايا أو الخلايا العصبية نسميها نسيج عصبي إذا مجموعة الخلايا المتشابهة نسميها نسيج ماذا نسميها نسيج مجموعة مجمو... خلية مع خلية تسمى خلايا مجموعة الخلايا مع بعضها البعض نسميها نسيج إذا مجموعة الخلايا نسميها نسيج والنسيج قد يكون عظمي أو عضلي أو عصبي أو عصبي الآن سوف ننتقل إلى العضو، العضو ننتقل إلى العضو، نتابع هنا في الصورة نسيج عضلي لأنه يتكون من عدد من العضلات، في الصورة هذه نسيج عظمي يتكون من عدد من خلايا العظام، يتكون الذراع والفم من مجموعة من الأنسجة المختلفة مثل النسيج العضلي والنسيج العظمي. والتي تعمل معا لقيام بوظيفه محدده وهذا العضو هذا العضو ماذا نسميه؟ اليد مثلا اذا الجزء الذي يتكون من مجموعه من الانسجه نسميه عضو. الجزء الذي يتكون من مجموعه من الانسجه نسميه عضو نسميه عضو مثلا اذا راينا الفم هذا نسيج عظمي وهذا نسيج اللسان عضلي، وبالتالي فمجموع الأنسجة يعطيني عضو، إذا ما هو العضو؟ هو الجزء الذي يتكون من مجموعة من الأنسجة المختلفة، كاليد، يتكون من نسيج عظمي ونسيج عضلي، اليد عضو أو الرجل عضو، لأنه يتكون من نسيج عضلي ونسيج عظمي. مثلا الفم يتكون هو عضو، ويتكون من نسيج عظمي ونسيج عضلي، ما هو النسيج؟ عفوا، ما هو العضو؟ هو الجزء الذي يتكون من مجموعة من الأنسجة المختلفة وله وظيفة واحدة، وله وظيفة واحدة. إذا الجزء الذي يتكون من مجموعة من الأنسجة يسمى عضو وتكون له وظيفة واحدة مثل اليد ومثل الفم، مثل اليد ومثل الفم. نرى هذه الصورة الجميلة، نرى مجموعة من الأعضاء، مجموعة من الأعضاء. ماذا نسمي هذه الأعضاء؟ جهاز ماذا نسميه جهاز مره اخرى يتكون الجهاز من مجموعه من الاعضاء من مجموعه من الاعضاء الفم البلعوم المريء المعده الامعاء الغليظه الغليظه ض والامعاء الدقيقه وفتحه الشرج مره اخرى فم بلعوم مريء معده امعاء غليظه امعاء دقيقه فتحه الشرج هذه الاعضاء نسميها جهاز وهذا الجهاز الذي ترونه الآن هو الجهاز الهضمي مرة أخرى هو الجهاز الهضمي. ما هو الجهاز؟ هو الذي يتكون من عدد من الأعضاء، الجهاز يتكون من عدد من الأعضاء كالجهاز ماذا؟ كالجهاز الهضمي الذي يتكون من الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة وفتحة الشرج وفتحة الشرج، إذا هنا سبعة أعضاء أعطتنا جهازاً واحداً هو الجهاز الهضمي، عزيزي الطالب، هذه الصورة عندما التي توضح هضم الطعام طحن الطعام بالفم وتقليبه ثم مروره عبر المريء والبلعوم والمعدة ثم مروره بالأمعاء الدقيقة والغليظة نسميها هضم، نسمي هذه العملية هضم، الجهاز الذي يقوم بالهضم هو الجهاز الهضمي، هو الجهاز الهضمي. إذا هذا الجهاز هو الجهاز، هذا الجهاز هو الجهاز, هذا الجهاز هو الجهاز الهضمي، هذا الجهاز هو الجهاز الهضمي، هذا الجهاز هو الجهاز الهضمي. تابع معي في هذا المخطط. ماذا نسمي مجموعه الاعضاء ماذا نسمي مجموعه الاعضاء جهاز ماذا نسميه جهاز ماذا نسميه جهاز ما هي وظيفه الجهاز الهضمي هضم الطعام ما هي وظيفه الجهاز الهضمي هضم عيد طيب ما هي وظيفه الجهاز الهضمي هي هضم الطعام ما هي وظيفه الجهاز التنفسي التنفس، وظيفة الجهاز التنفسي هو التنفس، وظيفة الجهاز التنفسي هو التنفس. ووظيفة الجهاز الهضمي هي الهضم، هي الهضم مرة أخرى. هذه خلية، مجموعة الخلايا تعطيني نسيج، مجموعة الأنسجة تعطيني عضو، مجموعة الأعضاء تعطيني جهاز. أريد منك أن تحفظ تماماً هذا المخطط لأنه سوف يساعدك على فهم هذه الوحدة. مجموعة الخلايا تعطيني نسيج، مجموعة الأنسجة تعطيني عضو، مجموعة الأعضاء تعطيني جهاز. خلية، نسيج، عضو، جهاز. خلية، نسيج، عضو، جهاز. أريد منك أن ترسم هذا المخطط ثلاث مرات في المنزل وتكتبه بيديك باستخدام القلم الرصاص أو القلم الحبر. نكتب خلية، ثم نكتب مجموعة الخلايا تعطيني نسيج. ثم نكتب مجموعة الأنسجة تعطيني عضو. ثم نكتب مجموعة الأعضاء تعطيني جهاز، تعطيني جهاز. ذكرنا أمثلة مثل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي يقوم بهضم الطعام، الجهاز التنفسي نقوم عن طريقه بالتنفس وهو إدخال الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون، هو إدخال الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون. الآن سوف نقوم بتلخيص النقاط أو العناصر التي درسناها في هذه أو في هذا الدرس، تابع معي. ماذا تعلمنا؟ النسيج هو مجموعة من مجموعة من الخلايا، مجموعة من الخلايا المتشابهة. الوظيفة والو مرة أخرى، النسيج هو مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل والوظيفة، جميل. مثل النسيج العظمي والنسيج العضلي والنسيج العصبي. جميل. ما هو العضو؟ العضو هو مجموعة من الأنسجة، مجموعة من الأنسجة مثل هناك مثل القدم، مثل العين، مثل الأذن، مثل مثل اليد، مثل كذلك الفم، مثل الأنف، كل هذه أعضاء لأنها تتكون من عدد من الأنسجة. العضو هو الذي يتكون من عدد من الأنسجة، مثل القدم، مثل العين، مثل اليد، الرجل، هذه كلها أعضاء. ما هو الجهاز؟ الجهاز هو مجموعة من الأعضاء. تعمل معا لإنجاز عمل محدد في الجسم، هي مجموعة من الأعضاء، أريد منك أن تقرأ هذه المعلومة بهدوء وتستوعبها تماما. الجهاز هو مجموعة من الأعضاء تعمل معا لإنجاز عمل محدد في الجسم. إذا هي تعمل معا لإنجاز عمل محدد في الجسم، مثل الجهاز الهضمي، حيث يتم هضم الطعام في الجسم. من خلال تعاون مجموعة من الأعضاء هي الفم والمعدة والأمعاء والمريء والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج. مرة أخرى ما هو الجهاز؟ الجهاز هو مجموعة من الأعضاء تعمل معاً لإنجاز عمل واحد أو لإنجاز عمل محدد مثل الجهاز الهضمي وهو الذي يقوم بهضم الطعام بتعاون الفم والمعدة والمريء والجهاز والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج. مرة أخرى، الجهاز هو عبارة عن مجموعة من الأعضاء تقوم معا بعمل أو بإنجاز عمل واحد، مثل الجهاز الهضمي الذي يقوم بهضم الطعام بتعاون الفم المريء الفم البلعوم المريء المعدة، المعدة الدقيقة، المعدة الغليظة وفتحة الشرج. أيضا هناك جهاز آخر هو الجهاز التنفسي. ركز معي أيها الطالب أيتها الطالبة، نحن هنا فقط نذكر أمثلة كي نستطيع إيصال المعلومات إليك والا في الجسم الانسان توجد به عدد كبير من الاجهزه نحن هنا نريد ايصال المعلومات الاساسيه اليك وبالتالي شرحنا الجهاز الهضمي ثم الجهاز التنفسي ما هو الجهاز التنفسي هو الذي يقوم بعمليه التنفس هذا هو التنفس ادخال الاكسجين اخراج ثاني اكسيد الكربون نقوم بعملية التنفس فيدخل الهواء عبر الأنف الذي وهو الذي يرتبط بأعضاء أخرى كالقصبة الهوائية والرئتين. إذا هذا التنفس لا نقوم به عن طريق الأنف فقط لكن أيضا عن طريق القصبة الهوائية وعن طريق الرئتين. إذا الجهاز التنفسي هو الذي نقوم به بعملية التنفس بتعاون عدد من الأعضاء كالأنف والقصبة الهوائية والرئتين. هذا تعلمنا أيضا تعلمنا أيضا كل جهاز في جسم الإنسان يتكون من مجموعة من الأعضاء مثل جهاز الدورة الدموية أي الجهاز الدوري وكل عضو يتكون من مجموعة من الأنسجة المختلفة مثل القلب القلب ما هي ما هي وظيفة القلب؟ ضخ الدم إلى الجسم وظيفة القلب ضخ الدم إلى الجسم كل نسيج يتكون من عدد من الخلايا المتشابهة في الشكل والتركيب وتقوم بوظيفة محددة. مرة أخرى، سأقوم بإعادة هذا التلخيص أو هذه الفكرة وهذه أو هذا العنصر. ركز معي. كل جهاز في جسم الإنسان يتكون مجموعة من الأعضاء. كلام سليم وصحيح. ذكرنا هنا مثال، سوف نذكر الجهاز الدوري. الجهاز الدوري. الجهاز الدوري. وهو الذي يتكون من الشرايين والأوردة والقلب. الجهاز الدوري كل عضو يتكون من مجموعه من الانسجه صح كل عضو يتكون من مجموعه من الانسجه القلب يعتبر عضو لانه يتكون مجموعه من الانسجه هذا القلب ما هي وظيفته هو ضخ الدم الى الجسم القلب يوجد فيه نسيج عضلي ويوجد به كذلك آه وتوجد ايضا ويوجد فيه ايضا كذلك دم اذا القلب هنا هو عضو يتكون من مجموعه من الانسجه ما هي وظيفه القلب ضخ الدم الى الجسم كل نسيج يتكون من مجموعه من الخلايا الخلايا وتكون متشابهه في الشكل والتركيب وتقوم بوظيفه محدده قم بفتح كتاب العلوم على هذه الصفحه وسوف نكتب الكلمه التي يشير اليها السهم هنا نسيج عضلي اي عضلات ونسيج عظمي هل ساقوم بتغيير اللون حتى تكون الكلمه واضحه اين العظم واين العضلات العظم هو الذي يتكون من خلايا العظام اذا هنا الاحظ هنا الاحظ بان هذه المفاصل او العظام هنا سوف اكتب عظمي نسيج نسيج عظمي، نسيج عظمي أيضا. هنا نسيج عضلي، نسيج لأننا نتكلم عن العضلات، نسيج عضلي. الآن عزيزي الطالب سنقوم بوضع دائرة حول الإجابة الصحيحة فيما يلي، أضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. اللسان يعتبر عضو، لأنه يتكون من مجموعة من الأجهزة أم الأعضاء أم الأنسجة؟ صح الأنسجة إذا العضو هو الذي يتكون من مجموعة من الأنسجة، نكمل الوحدات التي تتكون منها أجزاء الحركة في جسمك أجزاء الحركة، الحركة عصبية أم عضلية أم الجلد؟ إذا الخلايا العضلية، صح مجموعة الخلايا العصبية المتشابهة تكون النسيج العصبي اللسان يعتبر عضو لانه يتكون من مجموعه من الانسجه الوحدات التي تتكون منها اجزاء الحركه هي الخلايا العضليه مجموع الخلايا العصبيه في المتشابهه في الشكل تكون نسيج عصبي سليم نكمل سنقوم بذكر اذكر اسم الجهاز الذي يقوم بهضم الغذاء في جسمي واذكر ثلاثة أعضاء توجد في هذا الجهاز. جميل. إذا الجهاز الذي يقوم بالهضم هو الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي ذكر لنا المعلم أو ذكر لنا الكتاب سبعة أعضاء من الأعضاء في الجهاز الهضمي الفم المعدة البلعوم المريء الامعاء الدقيقه والغليظه اذا عزيزي الطالب عزيزتي الطالبه بهذه الفقره نكون قد وصلنا الى ختام هذه الوحده في امان الله